بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، انطلق على بركة الله الشوط العاشر من أشواطنا في هذا المساء في تحدي جميل نتابعه من خلال هذه الأشواط المميزة وانطلاقات هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة في منافسات سباقنا المحلي الثالث على ميدان الشحانية لسباقات الهجن. نصف لحضراتكم ما يدور من منافسات ومن تحدي مع هذه الأشواط المسائية الجميلة في أمسية ولا أروع. ما شاء الله على هذه الأشواط المميزة، ينطلق شوطا للبكار مع سن اللقاية والأربع كيلومترات الحاضرة في هذه المسارات الجميلة. نبدأ مباشرة مع مقدمة الشوط مع المركز الأول والصدارة، هذه بلشة 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 تتقدم الأسماء، تنطلق بالمركز الأول العايدة ملكيتها لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني حمد بن طالب بن علي الجربوع المري من يرافق بلشة في عملية التضمير، بينما على المركز الثاني تتدخل في هذه اللحظات والانطلاق نتابع من خلال تقدم الوذنة 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 الحاضرة في هذا الشوط العايدة ملكيتها لهجني تاجم الزمار، بينما حمد بن سالم الزاهرة ينطلق هناك مع الوذنة اللي بدأت تغير إلى مقدمة الشوط، بينما في المركز الثاني نتابع النوف في ثاني المراكز من هجني إنتاج مزبار عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري من يقدم النوف. يلا يا أبو علي خلك مركز مع هذه الأشواط، بينما النقل إلى المركز الثالث أتابع التواجد من هماليل من هجني إنتاج مزبار فران بن محمد بن حمد بن قريع المري من يقدم تحديات المركز الثالث ويدفع بهماليل على ثالث المراكز. ناخذ اللي في المركز الرابع وعلى رابع المراكز وتابع القادمة في هذه اللحظات، يأتي الوصول من بروق تتقدم في هذه اللحظة من هجن الشحانية، وصل الذهبي سالم بن فوران المري يسير بتحديات بروق في المركز الرابع وخامس المراكز، خامس المراكز وجد من هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فوران المري. هذه نتيجتنا للخمس المراكز في أول ندى، لكن على الكادر السفلي شوف الهجوم، شوف هذا الهجوم على الخمس المراكز المذاعة من الأسماء القادمة من الشعارات الواصلة. الله 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 الله، تحدي حامي على أرضية الميدان في هذه الظهيرة. الله الله على هذه الأسماء وهذه الشعارات المندفعة. عودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، الوذنة 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 في مقدمة الشوط هجني إنتاج مزبار تنطلق في هذا المسار، تقدم الوذنة تقود هذه الأسماء مندفعة بالمركز الأول من هجني إنتاج مزبار حمد بن سالم بزارة ينطلق إلى مقدمة الشوط مع الوذنة، ولكن الهجوم بدأ في هذه اللحظات مبكرا في هذا الشوط، والسرعة السرعة الحاضرة السرعة سيدة الموقف مع هذه الأشواط المسائية. الذهبي الذهبي قادم 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 مع بروق، الذهبي بدأ يسير بتحديات الشوط، أشعلها أشعلها مع بروق، بروق من هجر الشحانية، وصل الذهبي سالم بن فوران المري غير الأمور، انطلق ببروق في مقدمة الشوط. ما شاء الله تبارك الرحمن، ولعت ولعت المعركة ما بين هذه الأسماء. ناخذ اللي في المركز الثالث، قادم وجد من هجر الشحانية وجابر بن سالم بن فوران المري ينضم إلى المثلث الذهبي، وفي المركز الرابع وصلت غارة وصلت غارة بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني محمد بن بخيت بن برقان يتقدم الصارم مع غارة، وفي خامس المراكز تتقدم أيضا زاهية من هجن الشحانية. المشاغب يتواجد هنا محمد بن خالد بن عبد الله العطية، وفي أجواء الكيلومتر الأخير نسير في التحديات الأخيرة، ننطلق مع بروق في مقدمة الشوط من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فوران المري من يقدم تحديات البداية، من يقدم بروق في المركز الأول. لكن الله 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 الله، شوف شوف وتابع تابع تابع غارة، شوف
شنت الغارة، شنت الغارة، قدمت هنا إلى مركز الصدارة بقوة، انطلقت إلى المركز الأول، اندفعت مع الناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني. وصل الصارم، انطلق مع تحديات غارة، ولكن المشاغب 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 يتواجد مع زاهية، زاهية من هجن الشحانية، محمد بن خالد بن عبد الله العطية، الثنتين في مقدمة الشوط. المنافسات الأخيرة، التحديات الخطيرة في هذه اللحظات ما بين زاهية وما بين غارة، غارة وزاهية، زاهية وغارة، من المنتصر في هذا الشوط؟ لكن هجن الشحانية والشعار الأدعم ينطلق مع غارة، من الرابح؟ خط النهاية هو الفيصل بين الاسمين، غارة 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 غارة، سلام غارة سلام، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، والتهنئة لصارم محمد بن بخيت بن برقان اللي قدم لنا غارة في اللحظات الأخيرة وحسمت النزاع بينما المركز الثاني كان من نصيب زاهي من أجن الشحاني مع المشاغب. وفي ثالث المراكز، المركز الثالث، المركز الثالث بروق من أجن الشحاني مع الذهبي سالم وفران المري، والمركز الرابع، المركز الرابع كان من نصيب عماليل من أجن تاج مزبار مع فران بن محمد بن حمد بن قريع المري. وفي خامس المراكز، المركز الخامس الوذنة من أجن تاج مزبار حمد بن سالم بن زاهرة اللي قدم الوذنة في المركز الخامس. ناخذ التوقيت الزمني، لحظة وصول غار إلى خط النهاية، قاطع مسافة 4 كيلومتر في 6 دقائق وثانية واحدة 54 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن خالد بن أحمد الثاني، والتهني لمحمد بن بخيت بن برقان. بينما المركز الثاني من وصلت في ثاني المراكز زاهية، وتوقيت زاهية هو 6 دقائق وثانية واحدة 81 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحاني، وتهني موصولة للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما المركز الثالث، ثالث المراكز كان الوصول من بروق، وتوقيتها الزمني هو 6 دقائق 4 ثواني 82 جزء 42 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحاني وللذهبي سالم.